ان استنوا بس بقى خلينا نتكلم انه اكتئاب بقى كنا ماشيين كويس وارق وقله نوم وحاجات كده. وبعدين بعد سنين فقلت ما يمكن الاضاءات اللي احنا بنتعرض لها دي تكون بجد مأثره على جوده النوم بتاعتنا. فهل فعلا لو حد بيتعرض لاضاءات عاليه طول الوقت ممكن يتاثر بيها كانه في الشمس ولا لا؟ لا مش بنفس الطريقه. واهم حاجه قبل ما تنامي بساعه مش عايزاكي تتعرضي للاضواء دي خالص، طبعا عن طريق اي حاجه، موبايل، تلفزيون، لابتوب، الكلام ده كله. بس كلام واقعي. ما انا هقول لك ازاي نخليها واقعيه. ماشي. اوكي، في حاجه من اتنين، يا اما فعلا هسيب الحاجات دي وابتدي بقى اعمل الحاجات اللي انا عماله اقول انا ما عنديش وقت اقرا، انا ما عنديش وقت ارسم، انا ما عنديش وقت اركب بازل، ممكن تبقى الساعه دي اعمل فيها الحاجات دي. ماشي. او استخدم الاجهزه دي، بس عندي ثلاث شروط امان. اوكي. اول حاجه هقفل الاضاءه الزرقاء خالص، احنا اتكلمنا عنها، واشغل اضاءه صفراء. دي عن طريق الموبايل، في الموبايل في اوبشنز، اوبشن ان انت تقدر تعمل ده. اي موبايل يا جماعه؟ بس بالمعلومه دي، اي موبايل ايا كان نوعه موجود الاوبشن. ولو مش موجود ممكن ادخل على البلاي ستور اعمل سيرش على بلو لايت فلتر. تمام. هلاقي ابلكيشنز كتير قوي. خلاص. اوكي. وان الموبايل ما يكونش على شاحن. مش عايزه اي تيار كهربائي خالص جنب مخي، مش صح. طب لو جوزي هو انا بنام والشحن في حضني طبعا، لو انا طب مش جنبي شحن بس جوزي جنبه شاحن لا برضه يعني مش حلو عليا. يعني ممكن مثلا لو هتنامي مثلا الساعه 10 11 مش حلو من الساعه 8 في الوقت ده هيبقى فولي تشارجد خلاص. اوكي. بس نحاول على قد ما نقدر. احنا المفروض استنى، لا لحظه واحده بس، ده ازاي ننام كويس؟ ما انا بقى ده من ضمن السؤال برضه، خلي بالك انا عايز اعرف دلوقتي عشان ننام كويس. يعني هنبدا ازاي؟ ما هو برضه ما هي على فكره بتقول انت عايز تحقق احلامك بس يا نوره. خلاص هنعمل اهدوا يا جماعه، صلوا على النبي. مش كده مش كده مش كده يا جماعه. هنعمل فازل او هنلعب نعمل حاجه بعيدا عن الشاشه. او هستخدم الشاشات بالثلاث حاجات اللي احنا قلنا، احنا حاطين حاجه ثالثه. احنا قلنا الاضاءه الزرقاء، وقلنا التشارجر كهرباء. ماشي. ثالثه والحاجه الثالثه ان انا لو قدرتي تعملي الموبايل على الايربلاين مود او وضع الطياره عشان السيجنال رايحه جايه حوالينا مش صح. وضع الطياره يا نوره تقريبا ده الحلقه الوحيده اللي نوره هتروح هتقعد تراجعها. وضع الطياره رقم واحد. ايه الطياره؟ طيب ده كده هنام نوم عميق. ده حاجه من الحاجات اللي هتساعدك جدا. طب الحاجات الاساسيه. سؤاله بقى حلو جدا. هو نفس السؤال. خيرك والله بتجبري بخاطري وهي كسر بخاطرنا طول الحلقه وحاجه يعني ربنا معانا. هو الموضوع بس يعني معقد شويه بس. هو تطبيق فعلا سهل جدا. هنتفاجئ ان الحاجات البسيطه دي هم دول بس اللي ظبطوا لي جوده النوم. فاللي بتتكلموا فيه انتوا ثلاثه نفس الحاجه اللي هو ايه؟ سليب هايجين، عادات النوم الصحيه. ايوه. اوكي. فانا بتبع سليب هايجين عشان اعمل ايه؟ اعلى بجوده نومي، اسمح لمخي ان هو يفرز هرمون الميلاتونين، هرمون النوم، بالكميه اللي انا محتاجاها. فاصحى الصبح فايقه ونشيطه ومركزه ومقبله على الحياه ومش محتاجه الكافيين. بجد؟ ده انا بشربه كده دلع. يس. ايه طيب باقي الحاجات؟ ايه تاني بقى؟ عندنا حاجه زي ايه؟ انا عايزه كل الحاجات اروح اطبقها النهارده انام. حاضر. انا من نوم اصحى فايقه. جسمي مش مكسر. أوكي. مش مصدعه كده يعني. عندنا بقى الكافيين طبعا. ده على اخر فنجان يبقى قبل النوم بستة لثمان ساعات صح؟ برافو صح كده. طب واللي بيشرب وينام على طول كافيين؟ هو الكافيين وظيفته ايه لما بنسال حد؟ الكافيين ايه؟ ده مود حلو، ده مزاج، ده انا بحب امسك الكوبايه. لا بس علميا الادينوسين الاشاره اللي جايه من المخ وجايه تقول ان انا تعبانه ومحتاجه انام، الكافيين بيعملها كده. مفيش كلام ده. فكاني بالظبط اتخبطت مثلا في ايدي فرشيت بنك. هل ده معناه اني خفيت ولا ان انا اللي مش حاسه بالالم؟ انا اللي مش حاسه. نفس الفكره. اوكي. فالكافيين فعلا كوبايه او كوبايتين بس في اليوم. الكوبايه اللي هي 225 مللي مش كوبايه دي. اوكي. اخر كوبايه فيهم تبعد عن ميعاد نومي من 6 ل 8 ساعات. اوكي. طبعا ده يشمل الشاي الاخضر والشاي باللبن عشان الناس ما بتبقاش مصدقه ان الحاجات دي فيها كافيين. بيعتقدوا ان الشاي باللبن ده حاجه طيبه فعادي اشربها وانام. ده بلبن. بلبن مكسر الشاي. لا على فكره برضه فيه كافيين. اوكي. ده بسكوت وبقسماط والحاجات دي. بالظبط. فلو في حد مثلا بيشرب مثلا 6 كوبايات في اليوم، ينفع النهارده يشرب كوبايتين؟ لا. في اعراض انسحابيه تبتدي برضه هضرك بنفس الطريقه، اخليهم 5 يومين وبعدين اخليهم 4 وهكذا. ماشي. فالكافيين برضه من الحاجات زي الشاشات اكتر حاجتين بيأثروا جدا في النوم. أوكي. في حاجات بتسرع النوم. ماشي. زي اللافندر. ما بيعملش اي حاجه. هقول لك ليه كذا استخدام. جربتي تشربيه؟ لا انا بشرب الكاموميل او اليانسون. حلو قوي الكاموميل واليانسون او اللبن. تمام. كل ده معانا. شفتي انا عامله كل الحاجات ازاي؟ هو بيتشرب مش بيترش؟ هو بيترش بقى. لا بيترش والله. مش بيترش. لا اللي احنا بنعمله في عربياتنا ده حاجه ثانيه. لا حتى في البيت والله. بقول لك في مره. ايوه بيترش. في مره جربتها. هو ريحه حلوه بس الواحد مش بينام. ما هو ما ينفعش لوحده. ما ينفعش لوحده. في معاه تنفس بيسرع جدا البروسيس بتاعت النوم اسمه 4 7 8.
ايه 4 7 8 عشان ضرب عشان تشمي اللافندر ده أربعة التنفس تكون أنفس. بشكل معين انا هرش اللافندر على المخده اوكي او هحط زيت اللافندر على الفواحه جنبي في سطحي قبل ما انام. معلش يا نور النهارده انا عارف هي عامله لنا ازمه بس هنحاول نحلها. يا اقرب انت فين؟ تعالى شوف مراتك. مش فاهمه كويس. طيب حاسه فيكي. اخد يعني والله قصدي اخد النفس عشان ناخد النفس من الانف في 4 عدات واكتم النفس في 7 عدات واخرج النفس في 8 عدات من الفم. 7 ده كتير قوي. انت وبقى بسرعه. هي مفرهده خلقها. بص انا هقول لك بقى هقول لكم انتوا احنا تعبانين والله العظيم. هي مفرهده خلقها. اي حاجه ما تفرهدهاش يعني اي حاجه كده لو هي مش هتلحق اصلا طريقه التنفس يعني هي لو رشت اللافندر على المخده أيوة. وجت تعمل التنفس ده قبل ما تخلص العدات هتكون نامت بجد؟ تاني معلش لا لا العدد قد ايه؟ العدد قد ايه؟ كام؟ 4 7 8 باخد النفس نبدا من 4 وبعد كده 7 وبعد كده 8 النفس في 7 خرجه من الفم في 8 ببطء تمام. يغمى عليا ما يفهمش ده بيعمل ايه للجسم؟ ده بيخلينا بيهدي جدا بيهدينا لو جربناه دلوقتي ممكن ننام عادي مش مشكله. مش لازم دلوقتي مش لازم دلوقتي مش لازم دلوقتي بس فده من الحاجات اللي بتهدي جدا جدا وبتسرع البروسس بتاعت النوم. فاحنا كده اتكلمنا عن التنفس، لافندر، الكافيين، الشاشات. تمام. الاكل بقى والرياضه قبل النوم. اكل ورياضه. احنا كنا هنتكلم عن الرياضه بصفه عامه على مدار اليوم فيعني لما تيجي للرياضه بقى قولي لنا يعني انسب وقت ايه. لو اكلنا اكل تقيل دسم قبل النوم مش هننام. انا بيحصل معايا العكس. انا بس عشان عايز اقول انا لازم اجيب جونك فود من بره انا عارف اشبع انام. يعني عندك تخصص في النيوتريشنست صح كده؟ يس. يعني يعني عندك خبره في التغذيه وكل حاجه. انا لما بكون عامل نيوتريشن وماشي بنظام ومتمرن الصبح وشغل يعني خلاص بيبقى نومي مش سهل. لو يوم فاتح يا فاتح يعني يا جماعه في الاكل يعني الشهيه على البحري كده خالص لا ده بعد كل وجبه بنام. بعد كل وجبه بنام. طيب هو ده نوم بقى خالي من الجوده. ده كده انا خلاص انا جسمي اتلكم خلاص مفيش اي حاجه شغاله فانا دلوقتي انا هنام. زي في رمضان كده نفطر نروح ممكن يريح شويه نايم. بس لو هو زي ما هو قال لو بتاكل اكل صحي ما بيحصلش كده. انت صاحي فايق. مستحيل. انت صاحي. لو مش بتنام عشان لسه في جوع فانا محتاجه ازود بقى البروتين في اكلي. محتاجه اهتم بحاجات معينه اعليها عشان اعرف انام. وفي حاجات معينه لو اتاكلت قبل النوم هتسرع النوم. زي ايه؟ الموز طبعا عشان المغنيسيوم. انت مذاكره كويس. شطوره والله. الموز بينشطني قوي. لا موزايه واحده بس عشان السكر. اكتر من كده يبقى سكر كتير فطبعا هيعمل شوجر رش. مش صباطه يعني. لا هي واحده. انا يعني انا كوبايه القهوه والموز دي مثلا قبل التمرين بحس بيها جدا كاني واخد منشطات غريبه. ده حقيقي. يعني الاكل الدسم قبل النوم بقد ايه؟ لا احنا بنتكلم في فرق 3 ساعات ادي فرصه لجسمي ان هو يهضم. احنا بنتكلم ان الغداء ما يعديش الساعه 5. اللي عندهم مشاكل في الهضم، اللي عندهم ارتجاع، اللي عندهم حموضه، دايما البعض اللي يقول لك ايه اول ما اجي انام كده يقول لك انا بيجي لي اصلي حموضه زياده طبعًا. شويه في المعده. طبعًا. انا عندي ارتجاع. هل دي ليها علاقه بالاكل وتظبيط النوم مع الاكل؟ طبعا كل مشاكل الجهاز الهضمي دي ليها علاقه بالالياف. لو انا اكلي فيه الياف كفايه انا ما عنديش المشاكل دي. لان الالياف مجرد ما تدخل الجسم هي بتبقى عامله زي كانها مكنسه كده او سبونج بتشيل كل حاجه انا مش محتاجاها وتخرجها بره الجسم. تمام. اوكي فبتهدي الجهاز الهضمي كله من اوله لاخره. لكن لو نسبه الالياف قليله وضعيفه لا هتحصل المشاكل دي كلها طبعا وهتاثر على جوده النوم. فلو انا اكلت اكل دسم دلوقتي كاني شتتت مخي بدل ما يركز بقى ان هو يفرز هرمون الميلاتونين بقى وندخل في دورات النوم العميقه وكده. لا 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 سيبك الكلام ده كله على جنب بقى ودلوقتي نركز بقى ايه ان احنا نهضم الشيء اللي موجود دلوقتي ده. كاني بشتت مخي بالظبط. بلس ان لو انا نمت والاكل لسه ما اتهضمش الجهاز الهضمي بيتوقف وانا نايمه فايه اللي بيحصل؟ عسر هضم. الاكل بيتخمر فبيحصل عسر هضم ومشاكل بقى ما بتخلصش ورا بعض ورا بعض. القولون ومشاكل قصه كبيره جدا. بالظبط. اوكي. طب ايه تاني اكلات ممكن قبل النوم غير قبل النوم انا محتاجه وجبه بروتينيه صغيره كوبايه زبادي عليها معلقه بذور شيا وموزايه واحده. اوكي. هتشبع وهتنام. واديت لجسمك البروتين. وهتخف. يعني يعني قلت المعلومه هخس. انت بتبص لي ليه فخس؟ والله انت لقيتك لفاني. ايه ده؟ حول الله يا رب. طب انا عندي سؤال برضه بالنسبه لبعض الناس اللي عندها مشاكل في النوم وبتنام بادويه. في البعض دلوقتي بقى بيلجا لبعض الادويه اللي منها ممكن يتحول الى ادمانها وفي البعض منها يقول لك اصل ده لا ده كويس ده ما فيهوش مشاكل.
هل هنا كل الحاجات دي ممكن اي حد يطبقها حتى لو وصل لمرحله الادويه؟ لا طبعا. كده كده ما ينفعش حد ياخد الدواء من غير ما يرجع للدكتور. أيوة. اكيد. وما ينفعش حد يبطل الدواء ده تحديدا من غير ما يرجع للدكتور، لان الدكتور هيوقفه له بالتدريج بطريقه معينه تتناسب مع جسمه وحالته. بيكون تخصص ايه؟ مخ واعصاب. دكتور مخ واعصاب. تمام. ما فيش اي حد غير دكتور مخ واعصاب هو اللي يقدر يساعد في حاجه زي كده. فبنعمل ايه بقى؟ بنطبق السليب هايجين، عادات النوم الصحيه، مع متابعه الدكتور. خلاص طبقنا السليب هايجين وبدانا ننام كويس، نبتدي بقى نقلل بمراجعه الدكتور، فنحس ان خلاص وصلنا لمرحله ان احنا مش محتاجين الدواء، احنا قدرنا رجعنا لطبيعتنا. اوكي. الطبيعه اللي ربنا خلقنا عليها، عارفين ننام بشكل طبيعي. طيب احنا كنا بنتكلم على حته التمرين، ان في ناس دايما بتخش تتمرن قبل ما تنام، يعني يقول لك